بطل من طراز خاص آمن بأحلامه وصدق قدراته فرافقه النجاح، وبات خلال وقت قصير أحد نجوم الشباك في الرياضة المصرية وواحد من المرشحين لحصد ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021. أحمد أسامة الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، ولد في الأول من شهر مارس عام 1990، وانطلقت مسيرته الرياضية في سن مبكر حيث مارس رياضتي السباحة والجري بعمر 6 سنوات. وفي سن 14 عاما بدأ الجندي التمرين على الرماية والسلاح، وقضى أوقاتا طويلة في التدريبات من أجل تحقيق حلمه وهو الوصول لمنصات التتويج العالمية. حصد الجندي خلال مسيرته عدد كبير من الألقاب، أبرزها ذهبية أولمبياد الشباب 2018، وذهبية بطولة العالم للناشئين في نفس العام، وذهبية بطولة العالم للشباب، وهي ثلاثية لم يحققها أي لاعب في تاريخ رياضة الخماسي الحديث. كما توج لاعبنا بذهبية بطولة البحر المتوسط عام 2015 والمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفردي ببطولة العالم 2016، وذهبية بطولة كأس أوروبا المفتوحة 2017، وفضية بطولة العالم للشباب في نفس العام. وعلى مستوى الألقاب والإنجازات الشخصية، حصد الجندي جائزة أفضل لاعب ناشئ عامي 2018 و2019، بالإضافة إلى إدراج اسمه في قائمة شرف المنتخب الوطني بعد الثلاثية التاريخية التي حققها عام 2018. ومؤخرا تأهل أحمد أسامة الجندي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 بعد حصده للمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم التي أقيمت بالقاهرة. ماضيه بطولات وحاضره إنجازات ومستقبله آمال وأمنيات، ذلك هو حال بطلنا أحمد أسامة الجندي المرشح لحصد ميدالية في طوكيو 2021.